وهناك مثلا إذا جينا إلى الآيات في كتاب الله جل جلاله المتشابهات، هذه الآيات المتشابهات ترد إلى المحكمات وتؤول، لأن هناك أيضا من هذه الأمة من ينكر التأويل ويسمي أو يلقب أصحاب التأويل بالتعطيل، فيلقبونه أو يلقبهم بالمعطلة، ولأنه ينكر التأويل مع أنهم هم واقعون في التأويل ويؤلفون المؤلفات في الدفاع عن مسألة التأويل، أي لا يقرون التأويل في كتاب الله، ويحملون الآيات المتشابهة على ظاهرها فيقعون في التشبيه والتقسيم، ويقول نثبت لله ما أثبته لنفسه، هذا كما يقول أحدهم ألزموني يعني إلا العورة واللحية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمثلا إذا جينا إلى قوله تعالى تجري بأعيننا، العين عند العرب تأتي على معاني، والمعنى الذي يليق بجلال الله جل جلاله هو الذي ينبغي، هو الذي يعني يحمل على ذلك، وإلا وقعنا في التشبيه والتقسيم. العرب هكذا، عندما تقول العرب مثلا في حفظ الله أو في يعني هذه أو هذه النظار أضعها في عين، أو هذا الشيء أضعه في عين، أي أضعه في حفظي يعني أحافظ عليه، ليس معنى أنه تضعه في عينك، مستحيل عقلا إن هذا الشيء تضعه في عينك، معنى هنا إني أحفظه وأقوم برعايته، وكما يقول الشاعر عهدتك ترعاني بعين بصيرة وتبعث حراسا علي وناظرا، عهدتك ترعاني بعين بصيرة، هو الآن يقصد الملك، الشاعر هنا النابغة يقصد الملك الذي كان في عصره، أنه يرعاه بعينه، ما معنى أنه عينه عين ملكه هو بعيد عنه، لكن كان يعني يتعاهده بالرعاية والاهتمام والحفظ ويسأل عنه وما أشبه ذلك، ويسدي إليه ما يسدي إليه من المعروف والإحسان. عهدتك ترعاني بعين بصيرة وتبعث حراسا علي وناظرا، فالعين هنا في قوله تعالى تجري بأعيننا أي بحفظنا، وقيل بأمرنا، ليس بمعنى هنا الجارحة، لأن العين تأتي عند العرب بمعنى الجارحة، ولا يمكن أن تحمل في هذه تحمل الآية على هذا على ظاهرها، فيقال بأن لله تعالى عينا جارحة وهي العين، كعين الإنسان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا يجوز في حق الباري جل جلاله، وتأتي عند العرب بمعنى الحفظ، وتأتي عند العرب بمعنى العين الماء، وتأتي عند العرب أيضا بمعنى النقد، النقدين العين. فهنا في قوله تعالى تجري بأعيننا أي بحفظنا، هذا وهكذا فسرها السلف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، طالعوا كتاب الطبري الإمام الطبري، كتاب التفسير المأثور، تفسير الطبري الإمام الطبري، يسند هذه التفسيرات والتأويلات إلى من؟ إلى الصحابة والتابعين، إلى مجاهد وغير أصحاب ابن عباس، وإلى ابن عباس رضي الله عنهما، هكذا ليست معنى الجارحة. وهناك من يصر الآن من هذه الأمة على أن العيب معنى الجارحة، يشبه الرب جل جلاله بالإنسان، يتصور أن الله تعالى إنسان هكذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، نفس ما قالته اليهود. وهنا في قوله تعالى مثلا في قوله جل جلاله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هل هنا الساق؟ ما معنى الساق عند العرب؟ الساق عند العرب لأن القرآن الكريم يفسر بكلام العرب الأقحاح، هكذا العين عند العرب، الشدة في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق معنى شدة الأمر، كما يقول الشاعر إذا شمرت عن ساقها الحرب حشها بأبيض سباق إلى الحرب يرفل، بأبيض بالسيف، بأبيض سباق إلى الحرب يأفل، وكما يقول أيضا أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمر، إن شمرت عن ساقها الحرب شمر أي شدة المعركة، شدة الوطيس،
هكذا إذا شمرت عن ساقها الحرب اشتد أمرها، اشتد وطيسها. إذا شمرت عن حرب عن ساقها الحرب حشها، بمعنى بأبيض سباق إلى الحرب، إلى الحرب يرفل أو إلى الموت يرفل. وها يعني هكذا. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه كما جاء في جامع الصحيح للإمام الربيع بن حبيب من طريق عباد بن العوام قال بأن ابن عب قال عن عاصم بن كليب قال غضب ابن عباس رضي الله عنهما غضبا شديدا لم أره غضب مثله قط. في هذه الآية أن هناك من الناس من حمل الآية على ظاهرها فأثبت لله تعالى ساقا، انظروا أثبت لله تعالى ساقا كساقه، فغضب ابن عباس من هذا الأمر، غضب غضبا شديدا لم يقول لم أرى غضب مثله قط في هذا المسألة. أن الناس هناك من الناس من حمل الآية على ظاهرها فأثبت لله تعالى ساقا، وفسرها ابن عباس بشدة الأمر، بشدة الأمر. هذا ليس بمعنى الساق أن الله تعالى هو ساقا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نرد هذه الآيات إلى المحكمات، ترد هذه الآيات التي فيها في ظاهرها التشبيه ترد إلى المحكم حتى لا نقع في التقسيم، ونؤول الآيات بما يليق بجلال الله جل جلاله. هذا هو اعتقاد جمهور الأمة، انتبهوا، هذا اعتقاد جمهور الأمة من السلف، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، التابعين. حاجة للصحابي لصحابي من الصحابة أو لتابعي جالس ابن عباس وابن عمر وابن مسعود السيدة عائشة وجالس غيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بالتشبيه والتقسيم، حاشاهم عن ذلك. مما يوسف له أن هذه الطائفة التي تدعي التقسيم والتشبيه تنسب نفسها إلى السلف، وهي بعيدة عن السلف كل البعد، هي سلفها ليس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعون، بعيد عن السلف كل البعد. هكذا حاشا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقدوا هذا الاعتقاد بالله جل جلاله، وهم يعني شربوا من معين النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جينا إلى قوله تعالى أيضا، إلى قوله جل جلاله القدم، يعني هناك أحاديث أيضا أن الله تعالى يعني جهنم حتى يضع قدمه فيها. ما معنى القدم؟ أن الله تعالى له قدم. هناك من أثبت له قدما، أي أثبت لله تعالى قدما. أولا أن العقيدة، قلنا سابقا أن العقيدة يعني تبنى على القطعيات، على الأحاد، على القطعي، النص القطعي من القرآن الكريم والمتواتر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث الآحاد كما قال جمهور أهل العلم ما يفيد العلم، وإنما هو ظن، يفيد الظن فقط، يعمل به في المسائل العملية، العبادة، مسائل العمل، لكن في مسائل الاعتقاد ما يمكن أن نحتج بحديث الآحاد وأن نجعله حجة أو نبني به عقيدة، لأنه ظن، فكيف يعني يحتج به مسائل العقيدة؟ هذا الذي عليه جمهور هذه الأمة أو علماء هذه الأمة. فهنا في القدم، في القدم هنا السابقة كما فسروها عند العرب، ويقول الشاعر: وأنت امرؤ من أهل بيت ذؤابة لهم قدم معروفة ومفاخر. يقول وأنت امرؤ من أهل بيت ذؤابة لهم قدم، مو معنى قدم هنا، لهم سوابق، يعني لهم مفاخر ولهم يعني سوابق متقدمين، أو سوابق تقدموا بها للناس من الإحسان والكرم والشجاعة وما أشبه ذلك، لهم قدم معروفة ومفاخر. وإن يكو قوم قد أصيبوا فإنهم قد بنوا لكم خير البنية والقدم. القدم هنا أي السابقة، وقوله تعالى أن لهم قدم صدق، قدم صدق أي بما سبق من أعمالهم، ليست معنى هنا قلم الله تعالى قلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك. في الوجه كل شيء هالك،
إلا وجها. ما معنى الوجه أن الله تعالى هو وجها؟ تعالى الله عن ذلك. وإنما الوجه معنى الذات، في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي يبقى ذاته. والذين حملوا الوجه أو فسروا حملوا الآية على ظاهرها اضطربوا في هذه الآية، يعني عندما جاءوا إلى هذه الآية الذين يثبتون له الجوارح والأعضاء تذبذبوا في عندما جاءوا إلى هذه الآية واضطربوا، قالوا كيف تفنى الجوارح ويبقى الوجه؟ ما يمكن هذا. فأول هنا الوجه، بعضهم أول الوجه على الذات، الذات الإلهية، يفنى كل خلق، الخلق فاني إلا الله جل جلاله. فالوجه هنا معنى الذات، وليس بمعنى أن الوجه هي الجارحة أو الجارحة المعروفة التي يتصف بها الإنسان أو المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا. وكذلك في قوله تعالى على ما فرط في جنب الله، ليس لله تعالى جنبا كجنب الإنسان، وإنما هنا في طاعة الله، قصرها بعض السلف كما جاء في تفسير الطبري في أمر الله، وقيل في طاعة الله، وقيل في حق الله جل جلاله، ترد هذه الآيات إلى المحكمة. في قوله تعالى كذلك والسماوات مطويات بيمينه، السماوات مطويات بيمينه بقدرته جل جلاله وملكه، قيل يمينه بمعنى الملك، فسر ابن عباس هكذا رضي الله عنهما. في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، ما معنى جوارح؟ الله تعالى له يدان له أيد، بأيد هنا معنى القوة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وإنا لموسعون. وفي قوله تعالى بما خلقت بيدي، ما معنى الله تعالى له يدان أي خلق آدم عليه السلام بيديه؟ تعالى الله عن ذلك علوك، وإنما بقدرتك جل جلاله. وتأتي أيضا اليد عند العرب معنى النعمة، كما قالت اليهود أخزاهم الله جل جلاله بل يداه، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. اليد هنا بمعنى النعمة والإحسان والفضائل من الله جل جلاله لعباده. فلا بد هنا الآيات التي في ظاهرها التشبيه ترد للمحكمات وتؤول بما يليق بجلال الله جل جلاله. لا بد أن ننفي عن الرب، عن ربنا تعالى مشابهة خلقه، فليتفطن الإنسان المسلم وأن لا ينجر إلى دعاة التجسيم والتشبيه الذين يجسمون الله تعالى تجسيما ويشبهونه تشميها بخلقه. هذا. وكذلك في قوله تعالى أيضا في جاءت أحاديث مثل الضحك يعني والفرح، كما جاء في بعض الروايات الضحك ليس بمعنى الله تعالى يضحك كضحك الإنسان وهو انفتاح الفم عن الأسنان، هذا صفة المخلوق، وإنما معنى كناية عن القبول والرضا من الله جل جلاله لعبده المؤمن. والفرح كذلك عندما يفرح الرب بتوبة عبده، أي يرضى بتوبة عبده ويقبل توبته، ليس معنى الانفعال الفرح الانفعال الذي يصيب الإنسان، الله تعالى منزه عن ذلك تنزيها مطلقا. الاستهزاء في قوله تعالى بقوله جل جلاله الله يستهزئ بهم، أي يجاريهم ويجازيهم على استهزائهم، ما معنى الله تعالى أيضا يعني يتصل بصفة يعني أنه يستهزئ تعالى الله عن ذلك كما يصيب الإنسان أو كما يتصل بالإنسان المخلوق، وإنما هنا مشاكلة، أي بما أنهم استهزوا بأنبياء الله تعالى وبرسوله وبالمؤمنين، الله تعالى يجازيهم ويعاقبهم على استهزائهم. وكقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، ما معنى الله تعالى يوصف بأنه مكار؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكن يجازيهم الرب جل جلاله ويعاقبهم على مكرهم، من مشاكلة، بما أنهم يمكرون على المؤمنين كذلك الله تعالى يمكر بهم أي يجازيهم ويعاقبهم في الدنيا وفي الآخرة على مكرهم، وعلى كذلك تربصهم بالمؤمنين وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تسمى مشاكلة عند العرب، مشاكلة. ما معنى أن الله تعالى يتصف بالمكر وبالاستهزاء؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا.
هنالك يرى في مسألة الاستواء، الرحمن على العرش استوى، يعني هناك من يثبت مكانا لله جل جلاله. أولا بد أن نعرف أن الله تعالى خلق الخلق، وكان الله قبل كل شيء، أي كان الله في الأزل ولا خلق ولا مكان ولا زمان ولا جن ولا إنس ولا ملائكة ولا شيء، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. هذا ففي قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، استوى يأتي عند العرب على معاني، استوى عند العرب يأتي بمعنى استولى، ويأتي بمعنى اكتمل، ويأتي بمعنى استقر، ويأتي بمعنى قصد، ويأتي بمعنى بمعاني أخرى. ففي قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي قصد السماء. في قوله تعالى أيضا كذلك في الرحمن على ثم استوت على الجودي، سفينة نوح عليه السلام استقرت على الجودي. هنا في قوله تعالى ثم الرحمن على العرش استوى فسرها ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند الإمام الربيع بن حبيب جابر بن زيد، قال جابر بن زيد، روى جابر بن زيد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الرحمن على العرش على العرش استوى، قال على ذكره وثناؤه، على ذكره وثناؤه، وليس بمعنى الاستقرار أن الله تعالى مستقر على العرش كما تستقر الملوك على كراسيها أو كما يستقر الإنسان على كرسيه، أي أن الله تعالى له عرش. يعني هناك من يعتقد الآن ويتصور، المصيبة أن هناك من يتصور وهم اليهود، وهناك من تأثر باليهود، وهناك أيضا قبل اليهود اليونانيون وغيرهم من الأمم يتصورون أن الرب جل جلاله جالس على كرسي كما تجلس الملوك على كراسيها، هكذا له عرش، يتصور هكذا عقولهم القاصر تتصور أن الله تعالى جالس على العرش على كرسي، وأن يفضل من هذا الكرسي مقدار 4 أصابع، هكذا قال. قال هذه الأربع الأصابع هذه هي المقام المحمود التي سيجلس عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وقال بأن له أطيط كأطيط الرحل. يعني هذه الأشياء يأتونها من عقولهم، بل ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موضوعة مكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قام العلام الحسن السقاف بتفحص هذه الروايات رواية رواية، وتتبع كتاب العلول للإمام الذهبي، وأتى بحاشية هناك وعلق تعليقات كثيرة مفيدة جدا لأصحاب العلم ولطلبة العلم، وضعف بل حكم على كثير من هذه الروايات التي فيها التشبيه والتقسيم لله جل جلاله بالوضع، حكم عليها بالوضع. والعلامة الحسن السقاف هو من علماء الحديث، متمكن في علم الحديث، ومتقن أيضا في النقل، وهو من علماء الشافعية، لا يزال معاصرا جزاه الله خيرا. يعني هكذا علق على كثير ورد على أصحاب التقسيم والتشبيه. لابد أن نتفطن هنا في هذه المسائل. يعني هنا ما معنى الله تعالى؟ أول شيء أن المكان، يعني المكان هنا مخلوق محادث، المكان متعلق يعني المكان ملازم للخلق تلازما عقليا، إذا وجد المكان، إذا وجد الخلق وجد المكان، إذا انعدم الخلق انعدم المكان، كان الله ولا مكان. ثانيا أن العرش هذا مخلوق، ولو قيل بأن الله تعالى، لو استغفر الله العظيم، يعني على كلامهم هذا لكان الله مفتقرا إلى محتاجا إلى الخلق، إلى خلق من خلقه وهو العرش. وثانيا هناك من يقول أن الله تعالى في السماء السابعة ليس في العرش، يعني هناك من يقول بأن العرش فوق السماوات، والسماوات يدون العرش، والسماوات أصغر من العرش، والعرش أعظم من المخلوقات، أعظم من السماوات، والسماء السابعة تحت العرش. قالوا هناك من يقول أن الله في السماء السابعة، إذن هذه السماء تتمدد، السماء تتوسع كما
الله تعالى كما قال: والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون. إذن هنا بما أن السماء تتمدد يلزم من ذلك أن الذات الإلهية تتمدد كما يتمدد السماء، تتوسع أيضا. إذن هنا وصفتم الآن الرب جل جلاله بالتمدد وبالتوسع، وأن ذاته تتوسع وتتمدد وتتقلص وما أشبه ذلك وتنتقل، هذا كله يعني مستحيل على الله جل جلاله. هذا ثانيا. هم هناك من يستدل بآيات يعني لا تدل على المكانية، إثبات المكان لله جل جلاله، لا من قريب ولا من بعيد. أولا أنهم استدلوا بهذه الآية: الرحمن على العرش استوى. هذه الآية فسرها أصحاب التنزيه جمهور الأمة بقولهم: جل ثناؤه، أي على ذكره وثناؤه. ومن فسرها باستولى، أي بعدما خلق الله تعالى الكون صار الكون تحت قهره وتدبيره جل جلاله، أي فسروها أيضا بالقهر والتدبير، ليس بمعنى الاستواء أي الجلوس الحسي لله جل جلاله. وهناك حديث الأوعال أيضا، اختلقوا حديث الأوعال، قال بأن العرش أو الكرسي هذا تحمله أربعة أوعال، انظروا يعني هكذا اختلقوا أحاديث نسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، روايات لا تصح أبدا، لا يقبلها العقل أبدا. كذلك أيضا استدلوا بقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، قالوا بأن الله تعالى له مكان. هنا في قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، لا من قريب ولا من بعيد يدل على إثبات المكان، وإنما هنا قال العلماء أصحاب التفسير، ضالع التفسير القرطبي وتفسير ابن جرير وتفسير أبو حيان وتفسير أبي حيان والتفسيرات الأخرى المعروفة المشهورة يعني المعروفة الموثقة، قالوا هنا إليه يصعد الكلم الطيب كناية عن ماذا؟ كناية عن القبول، أي الله تعالى يقبل العمل الصالح من عبده الصالح. ما معنى أن الله تعالى له مكانه وضعه في السماء وأن هذا العمل يرتفع إليه ويصعد إليه إلى السماء؟ هكذا بقوله تعالى. كذلك استدلوا بقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قال الله تعالى في السماء. ما الدليل؟ قال هذه الآية الدليل. إذن هذه الآية ليست نصا على إثبات المكان لله جل جلاله، ليست نصا. هل هذه الآية نص الآن في إثبات المكان؟ قلنا بأن العقيدة تبنى على القطعيات، هذه الآية ظنية الدلالة، هي قطعية الثبوت قرآن، لكنها من حيث الدلالة ظنية الدلالة. أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم خالق من في السماء، هكذا فسروها أصحاب التنزيه. انظروا التفاسير المعروفة: أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم خالق من في السماء، وقيل أأمنتم من في السماء أمره وقهره جل جلاله وهو الله جل جلاله، وقيل أأمنتم الملائكة الذين خلقهم الله تعالى في السماء وأوكلهم بإنزال العذاب على الأمم المنحرفة كجبريل عليه السلام وكميكائيل وكغيرهم من الملائكة الذين ينزلون العذاب على الأمم العاصية الكافرة لله جل جلاله. وقد أهلك الله تعالى قوم لوط وأرسل إليهم ملائكة من ملائكته عندما دخلوا على إبراهيم عليه السلام في صورة بشر، ثم دخلوا على النبي لوط عليه السلام في صورة بشر، وقد أمرهم الله تعالى بهلاك قوم لوط، ملائكة أوكل الله تعالى إليهم العذاب في إنزال العذاب على الأمم التي تعصي الرب جل جلاله وتجحد نعمه وتكفر برسله وأنبيائه. ما معنى الله تعالى مستقر في السماء؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني هذه عقائد يهود لا يمكن أن يقبلها العقل، ونحن عقيدة القرآن هكذا. أين هذا؟ لابد أن ننزه الرب تعالى تنزيها مطلقا عن مشابهة خلقه، ولا وقعنا في التشبيه والتجسيم لله جل جلاله. هذا. وهناك إذا استدلوا بحديث الجارية الذي جاء في الصحاح عند الإمام مسلم، وجاء عند عبد الرزاق، وجاء عند النسائي، وجاء عند أحمد الإمام أحمد، وجاء عند ابن ماجة، وجاء عند الإمام مالك، وجاء عند غيرهم، ورواه الإمام الربيع بن حبيب أيضا. فقد روى الإمام مسلم
بأن رجل من الصحابة من الأنصار كانت له جارية وسألها عن غنم، كانت جارية ترعى، فسألها عن شاه ضائعة، فأخبرت بأن الذيب أكلها وما أشبه ذلك، فصفعها ضرب على خدها، فجاء بها إلى النبي. بعد ذلك ندم الرجل هذا الصحابي، ندم عندما ضرب الجارية، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، يعني له كانت عليه كفارة هو. فسألها الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء في لفظ مسلم قال لها: من أين الله؟ هكذا جاءت اللفظة، أين الله؟ إثبات المكان لله جل جلاله. قالت له: في السماء. ثم قال لها: من نبيك؟ قالت: أنت يا رسول الله. هذه الرواية التي جاءت عند مسلم مردودة، لا يمكن أن نقبل هذه اللفظة، لأن عرضتها روايات جاءت بألفاظ مختلفة. فقد روى عبد الرزاق، وهو الشيخ أحمد، عبد الرزاق هذا من أشياخ الإمام أحمد، وهو إمام الحنابلة، يقول: روى الإمام عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن هذا الأنصار الرجل، أن رجل من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعاد ساق الحديث، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: فاعتقها فإنها مؤمنة. وهذه الرواية قال العلامة حسن السقاف بأن سند يعني عبد الرزاق إلى عطاء سند عالي، أي هذه الرواية هذا السند أصح من سند مسلم الذي رواه مسلم أين الله. وروى الإمام أحمد بنفسه عن عبد الرزاق، روى الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار على ساق الحديث جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال حسن السقاف بأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هو من الفقهاء السبعة المشهورين. قال: وقال الحافظ بن حجر في التقريب، الحافظ بن حجر معروف إمام الجرح والتعديل، ابن حجر إمام الجرح والتعديل، يقول بأن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود ثقة ثبت، يعني روى هذا الحديث باللفظ الصحيح هكذا. قال لها: تشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. ما قال لها: أين الله؟ روى الإمام الربيع بن حبيب أيضا عن أبي عبيد، روى الإمام الربيع بن حبيب في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية: من ربك؟ هكذا. قالت: الله. من نبيك؟ قالت له: أنت يا رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذه الروايات التي أوردتها الآن معارضة للفظة مسلم، للفظة مسلم معارضة، يعني ما يمكن أن نأخذ برواية مسلم، لفظ مسلم التي تثبت المكان لله جل جلاله، ونترك هذه الروايات التي جاءت من طرق شتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تنفي المكان، وهذه التي جاءت بلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله هو المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو الناس ماذا كان يدعوهم؟ يقول: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ أتشهدون أن لا إله إلا الله؟ هكذا تواتر عنه، ما كان يقول لهم أين الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما هذه اللفظة دست في الصحيح، يعني دست أحد المقسمة دسها في ذلك، قال كخط هكذا، قال أين الله، حتى يثبت يبرر مسألة التقسيم والتشبيه لله جل جلاله، وهذا ليس ببعيد عنه هكذا. وكذلك أيضا أن قوله أن هذه مسألة هذه أين الله لا تثبت توحيدا ولا تنفي شركا، لأن اليهود والنصارى يعتقدون بوجود الله جل جلاله، والعرب الوثنيون يعتقدون بوجود الله لكن يشركون معه إلها، يشركون معه الأصنام، والهندوس أيضا يعتقدون بوجود الله، وغيرهم من الأديان تعتقد بوجود الله خالق الكون،
بخالق الكون، لكن يشركون معه آلهة أخرى. إذن هذه أين الله ما تنفي أصلا شركا ولا تثبت توحيدا، فكيف يأتي بها النبي، كيف يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بما يليق بجلال الله جل جلاله وبما يستحيل عليه وما يجوز بحق الباري جل جلاله.